يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا ما فيش شك إن احنا بنعيش أجواء شتوية بامتياز، يعني الجو ساقعة تقريبا كده بالنهار، شمس خفيفة، وفي بعض الأوقات الشمس ما بتطلعش كمان، وبالليل الجو بيكون برد، مش برد عادي، برد جدا كمان. وبدأنا مش عارف بدأنا نحس بالبرد كتير ليه، معناه لسه صغيرين يعني بسنت، لكن بدأنا نحس بالبرد بدري. أنا السنة دي يعني عايزين نقعد في البيت، عايزين تحت يعني البطانية فعلا، وكمان بالليل الجو برد جدا. أنا مش عارفة، أنا فجأة حسيت بالبرد ده عن كل سنة، في حاجة مش طبيعية يعني. يعني أنا لمحت كده لأنه هو السن، يعني السن صح عندك، كل مرة بتقول السن. طيب مع انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية اللي بنعيشها، طبعا بتكون دي وتقلبات الطقس كمان بتكون بيئة مناسبة للفيروسات، خصوصا الفيروسات التنفسية زي الإنفلونزا والبرد وكورونا. يمكن كورونا تحديدا بدأنا نسمع عن مخاوف من انها ترجع مره تانية في بعض الدول، والناس تضطر ان هي ترجع تاني تلبس الماسكات عشان تحافظ على نفسها ويكون في وقايه من اي اصابه. يا بسنت حقيقي يا شاذلي، يمكن كمان لو بنتكلم عن في دول بعينها ابتدت تاخد اجراءات احترازيه مختلفه، زي طبعا كاتالونيا في اسبانيا اللي تم بالفعل اعاده فرض ارتداء الكمامه الطبيه، وده في ظل انتشار المتحور كورونا الجديد JN1. وبدات دول اوروبيه تانية طبعا بتقوم بمتابعه معدل الاصابات عشان يكون في اجراءات سريعه لمنع انتشار الفيروس. واعتقد ان هو ده يعني اللي العالم كله مترقب له دلوقتي، ان الفيروس ابتدى ينتشر بشكل سريع، لكن ما اعتقدش هيبقى زي الكورونا، يعني ما اعتقدش هتبقى حاله الخوف اللي عند العالم كله زي كورونا، لكن في نفس الوقت ده ما يمنعش ان احنا ناخد بالنا من JN1، لانه في كمان اطفال كتير قوي بتصاب بهذا الفيروس بكل تاكيد. لكن زي ما انت قلتي خلاص، يعني ما اعتقدش ان احنا ممكن نرجع مره ثانيه لنقطه الصفر لما كان كورونا لسه بينتشر والعالم كله بيتعرف على هذا الفيروس. طبعا كلنا دلوقتي بقى عندنا تجربه، العالم دول العالم كلها بقت عندها تجربه في التعامل مع الفيروسات، الكل اتعلم الدرس، وما اعتقدش ان الاصابات ممكن تخرج عن السيطره زي ما حصل في الموجه الاولى لكورونا. طبعا اول موجه ما كانش حد مستعد، ما كناش نعرف ايه هو الفيروس، ما كانش حد يتوقع انه ينتشر في العالم كله ويصنف على انه وباء عالمي. لكن دلوقتي الموضوع الحمد لله اختلف، وبقى في بروتوكولات للعلاج، بقى في تطعيمات، بقى في اجراءات كمان وقائيه كلنا عارفينها ويجب ان احنا نتبعها قدر المستطاع خلال الفتره اللي جايه. بس حقيقه يا استاذ دي، وخلينا كده نقول انه ده ما يمنعش انه مش هيبقى زي كورونا، مش هيبقى نفس حاله الخوف اللي كانت عندنا، لكن ما يمنعش ان احنا ناخد بالنا لو حد عنده دور برد او اي حاجه حاسس بيها، يا ريت ما يقولش ده الانفلونزا بتاعه الشتاء او بدور البرد الخفيف بتاع دخلت الشتاء، لانه انت ما تعرفش. استشير الدكتور بتاعك، خد الادويه اللازمه، وخلينا كده نرجع مع بعض كنا بنعمل ايه ايام الكورونا. كنا كلنا بنحافظ على المسافه ما بيننا وما بين الشخص اللي احنا بنتعامل معاه، كنا بنلبس الكمامات، ويمكن بدات اشوف الناس في المطارات لابسه الكمامات يا شاذلي، ودي يمكن حاجه كويسه قوي، لان طبعا ده اكتر مكان الجنسيات المختلفه بتتقابل فيه، فبالتالي بيبقى سهل انتقال العدوى. لو في اطفال يا ريت يا ريت يا ريت، يعني ده رجاء مني انا شخصيا، يا ريت ما نسلمش على الاطفال، ما نبسهمش. لو انت في بيتك عندك دور برد ورايح لحد عنده اطفال، ما تروحش، الغي العزومه دي، ما لهاش اي لازمه. التجمعات اللي بتحصل بشكل دوري ما بين حتى العائلات، معلش ناجلها شويه لغايه ما الدور ده يقل، او لغايه عشان بس نحافظ على كمان الاطفال وكبار السن، ودي اهم حاجه. ان شاء الله الامور تفضل مستقره، ان شاء الله ما حدش يحتاج انه يروح لدكتور او يبقى في اجراءات احترازيه مشدده زي الاول، لكن ناخد بالنا لانه في متحور جديد ممكن يكون تبعاته مش احسن حاجه، فناخد بالنا ونحافظ على نفسنا، واهم حاجه نحافظ على الناس التانية. لما نيجي نعطس في قوعنا، الحاجات البسيطه اللي احنا كنا بنتبعها لما كان عندنا الفيروس او فيروس الكورونا، لو عندنا برد حتى عادي، يعني بالزبط. البرد العادي، يعني انت بتقولي دلوقتي لو انت نازل في مكان حافظ على سلامه الناس عشان ما تعديش الاطفال او الناس اللي انت رايح لهم، وحافظ على نفسك كمان. يعني كنا زمان دايما نسمع كده ان البرد محتاج راحه، يعني حتى حقيقة. عشانك انت وانت تعبان، لا اقعد في البيت، يعني احسن لك واحسن للناس. عارف كمان ساعه كورونا كان في حاجه، كنت كل ما تروح مكان مطعم او حاجه تلاقي اللي هي المطهرات دي موجوده، دلوقتي ما بقتش موجوده خالص. يا ريت نرجع نعملها، لان مهم. انت بتبقى سايق عربيتك، رحت شغلك، سلمت على ناس، مش عارفه ايه، رحت قعدت في مكان، اهم حاجه المطاعم دي ترجع مره تانية تحط المطهرات دي، لان بتبقى مهمه في قتل اي فيروس. واحنا كمان بلاش بقى الادويه اللي احنا ايه كنا متعودين عليها دي، عارفه انت الادويه اللي بنجيبها اللي فيها
ماده الباراسيتامول اللي فيها مش عارف ايه، نحطها عندنا في البيت، اي حد يجي له دور برد يدخل ياخد العلاج اللي كان بياخده لما كان جاي له كورونا في 2020. طب الدنيا اتغيرت وممكن جسمك ما بقاش قابل الادويه دي، او الادويه دي محتاجه تتغير، في بروتوكول العلاج بيبقى محدث لو حد جاي له كورونا، يعني لو انت خلاص تصنفت بالفعل ان انت كورونا او كده. كل حاله ليها علاج معين وكل عرض ليه علاج، وفي حاجات بتاخد لها مضاد حيوي وحاجات لا، فبلاش الاجتهاد بس بالظبط، لانه انا بلاش الاجتهاد الشخصي. انت قلت يعني حاجه مهمه جدا، لانه فعلا نعرف حالات بعينها خدت مضادات حيويه من نفسها، ودي يمكن كنا احنا بنقولها من اول يوم ظهر فيه كورونا، انه يا جماعه بلاش نعمل كده. المضاد الحيوي مش حاجه احنا بنروح لها كده اول حاجه، لانه ممكن يطلع دور برد عادي مش محتاج مضاد حيوي، ممكن جسمك عايز شويه عسل وليمون مثلا، نعناع مثلا. فعلى كل حال ربنا يسلم يا رب، وكل محدش يحتاج ان هو يدخل في القصه دي كلها، لكن نحافظ على نفسنا، نحافظ على الناس اللي معانا. وارجوكم ارجوكم لو انت حاسس بدور برد فعلا ارتاح، عشانك انت قبل ما يكون عشان اي حد تاني، عشان ما ناذيش الناس اللي حوالينا. يا رب ربنا يسلم كل البلاد باذن الله. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده. صباح الخير يا مصر.